السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي وطالباتي صف السادس أحيائي متميزين ومتميزات وثانوية بغداد، اليوم درسي وياكم ستركتشر جديد من ستركتشرات اليوكاريوتكسيال اللي هي اللايسوسوم. اللايسوسوم لو أجي عليها ككلمة لايسو هي بارت الأول اللي هي تمين لايسز يعني معناها تحلل. سوم تمين بودي بالهيستولوجي. سوم بودي معناها الجسم الذي يقوم بتحليل، فلهذا تسمى بالجسم الحال. لايسوسوم هي أجسام حالة، جسم حال يقوم بتحليل. تحليل ماذا؟ any foreign bodies، أي أجسام غريبة، any particles، any food، any bacteria، any wastes، أي فضلات موجودة inside cell، هو يقوم بلايسز بتحليلها. لكن هل هو عندما يحلل by itself يعني بكيفه براحته؟ لا طبعا، هنا من يحلل انه من ينطي اوردر من القائد، من الليدر، من البريزيدنت اللي هي النيوكليوس اللي هي كنترول اكتيفيتيز. هنا هي تنطي الاوردر الى اللايسوسوم بالدايجشن والانتر سيلولار دايجشن، يعني التحلل الداخلي، معناها التحلل داخل الخلية. لكن اللايسوسوم شون اجتي ومن اللي كونها ومن ايش متكونة؟ هسه نجي نعرف اللايسوسوم كديفاين كتعريف. they are vesicles، اذا هي عبارة عن حويصلات، هي عبارة عن حويصلات. they are vesicles surrounds by monolayer membrane. لو اجي اريد ارسم اللايسوسوم هي عبارة عن حويصلة vesicles. هذه الفيسكلز محاطة surround with monolayer، يعني طبقة واحدة من الممبرين. هي ما تشبه الميتوكوندريا او البلاستيد من درسناها، قلنا surround with double membrane or dual membrane. البلاستيد عندها outer و inner membrane، خارجي وداخلي. الميتوكوندريا عندها double membrane، outer و inner. لكن اللايسوسوم just one layer، mono layer، تحوي على طبقة واحدة من الغشاء. بس كلمة غشاء من نقول غشاء معناها هيدروفيليك هيدروفوبيك، معناها فوسفوليبيد، تمام؟ مثل ما درسنا البلازما ممبرين، فهنا نفس الشيء ايضا. هذا هو عبارة عن هيدروفيليك هيدروفوبيك فوسفوليبيدز، لكن just one layer. هذه رقم واحد. رقم اثنين، contains many lysis enzymes. contain many lysis enzymes يعني تحوي على العديد من الانزيمات، لكن هذه الانزيمات نوعها lysis، انزيمات هاضمة، انزيمات محللة تقوم بتحليل اللي تريده الخلية وتؤمر به الخلية، وطبعا قبل كل شيء يؤمر به الله سبحانه وتعالى. It contain many lysis enzyme، قد يصل أكثر من 40 enzymes، أكثر من 40 نوع موجود داخل الأنزيم، داخل اللايسوسوم، أكثر من 40 نوع من الأنزيمات. واللي لازم نعرفه إنه هي هيدرو لايسز enzymes، يعني هيدروليتيك انزيم او هيدروليسيس، يعني انزيمات هاضمه بشكل كبير وقوي، واللي ان شاء الله تدرسوها بالتفصيل بعد اكثر في الجامعه انه هي حامضيه،
أسيدك، البيئة الداخلية الانفايرمنت الداخل الموجود باللايسوسوم هو أسيدك حامضي، وهذه الانزيمات قادرة انه يعني شلون كأنه قنبلة هي موقوتة، يعني اذا انفجرت اللايسوسوم كأنه قنبلة موقوتة تقتل الخلية بالكامل او الخلايا اللي بصفها. لكن الله سبحانه وتعالى مقيد ومسيطر على هذه الانزيمات، ما ممكن انه تحلل اي مادة او جزيئة او تركيب في الخلية إلا بأمر من الخلية فنلاحظ أنه اللايسوسوم ما ممكن أنه تقوم بأي عملية تحلل لأي مادة موجودة في الخلية إلا بأمر من الخلية. فنلاحظ أنه هذه اللايسوسوم These enzymes الموجودة في داخلها responsible for digestion in the cell، فهي التي تقوم بهضم عملية هضم داخل الخلية. تمام؟ اوكي زين. أنا أريد أشوف وين موجودة. موجودة are found in almost all cells، يعني في معظم الخلايا للكائنات الحية موجودة فيها اللايسوسوم أو تحتوي على اللايسوسوم. وخاصة وين موجودة اللايسوسوم؟ في الخلايا اللي تقوم بعملية الفاجوسايتوسيس، بعملية البلعمة، مثل إيش؟ انطيني مثال. النيوتروفيلز اللي هي كريات الدم البيض العدلة، اللي هي نوع من أنواع كريات الدم البيض اللي تقوم بعملية الفاجوسيتوسيس أو البلعمة أو التبلعم، اللي هي تقوم ببلع الأجسام الغريبة أو البكتيريا أو الفورين بوديز اللي تكون تأذي الخلية أو تكون عدو لجسم الكائن الحي، وبالتالي هي تقوم كوسيلة ديفنس أو وسيلة دفاعية. لكن أنا أريد أجي أشوف اللايسوسوم كيف يتم تكونها. يلا أجي بعدين على الفانكشنز مالتها. هنا هذا رسم توضيحي موجود عندكم بالكتاب، لكن فور ستدي، فقط للإطلاع وليس للحفظ. لكن أنا أريد أوضح أنه كيف تتم عملية تكوين اللايسوسوم الجسم الحال، وكيف يقوم بعملية الدايجيشن، بعملية الهضم. احنا درسنا كل الزين انه الخلية يوجد فيها النيوكليوس، والنيوكليوس نيوكليا ممبرين مرتبط بها الاندوبلازميك ريتيكولم، وعرفنا كل الزين انه الاندوبلازميك ريتيكولم هي ريتيكوليت سيستم، انتركونكت سيستم، يعني نظام شبكي مترابط between nuclear membrane and plasma membrane، وهذه الشبكة موجودة بين الغشاء النووي والغشاء البلازمي. لكن هنا أنا رسمت جزء من هذه الشبكة حتى أرسم وياها هنا للتوضيح الكولجي بوديز. هنا عندي الاندوبلازميك ريتيكولم اللي هي الرف والسموث، ورسمت أيضا وياها كولجي بودي. وعرفنا كل زين درسنا الكولجي بودي. الكولجي بودي هي عبارة عن 3 chambers. The 3 chambers، the first chamber اللي هو 3 to 10 sacculus اللي هي السيسترني من 3 إلى 10. فأنا رسمت 3، ممكن أنه ترسم من 3 إلى 10. والجزء الثاني من الكولجي بودي اللي هو السكند chamber اللي هي الفيسكلز، والثيرد تشامبر اللي هي الفاكيولز. كيف يتم تكون اللايسوسوم؟ انا اريد اعرف اللايسوسوم من يتكون. اول شيء احنا لازم نعرفه انه ينطي اوردر من النيوكليوس. ينطي اوردر من النيوكليوس بتكوين لايسوسوم. لكن كيف يتم تكوين اللايسوسوم باوردر من النيوكليوس؟ اول شيء انه راح يتم
اعطاء هذا الاوردر الى الشبكه الاندوبلازميك ريتيكولم، الشبكه الاندوبلازميه. الشبكه الاندوبلازميه راح تسوي فيسكلز، تتم عمليه تكوين حويصلات. فنلاحظ انه تكوين حويصلات، هذه فيسكلز وهذه ايضا فيسكلز حويصلات. هذه الحويصلات في داخلها اذا كانت رف مثال يعني or any material، رف اندوبلازمي قد يكون اللي بداخلها بروتين، السموث قد يكون اللي بداخلها فات دهن، لكن هي عبارة عن فيسكلز. لكن هذه الفيسكلز نيو ماتيريال جديدة، نت موديفيكيشن غير محورة، اللي ذا اشرحه ارجع مرة ثانية، هذا فقط للاطلاع للتوضيح كيف يتم عملية اللايسوسوم تكوينها، وكيف تتم عملية عمل اللايسوسوم، كيف تقوم بالعمل بعملية الدايجشن. فأني إذا أنت هنا مثال توضيحي، هذا درسوه بالتفصيل بالجامعة، بس أنا أريد أفهمك لا أكثر ولا أقل. هنا تتم عملية تكوين الفيسكلز. الفيسكلز إحنا قلنا إنه الإندوبلازميك ريتيكولوم ترانسبورت ماتيريال، تنقل مواد inside. لو نرجع للإندوبلازميك ريتيكولوم، إذا كانت رف أو سموث راح يسوي لي transport material inside cytoplasm of cell especially Golgi body. راح تنقل هذه المواد وراح تنقل هذه الفيسكلز. وين راح تروح الفيسكلز؟ إلى Golgi body، إلى السيسترني الساكيولس، تمام؟ إلى هذه الساكيولس الأكياس للكولجي بودي. الكولجي بودي عمله انه يسوي موديفيكيشن، موديفيكيشن المن لهذه الفيسكلز اللي جت من يا اما من الرف اندوبلازميك ريتيكولوم او السموث اندوبلازميك ريتيكولوم. سوي له موديفيكيشن يعني معناها سوي له تحوير. قد يكون هذا البروتين بيور نقي، الخليه تريده ويا تحوله مع شوغر او مع فوسفات، او تريد تحوله على شكل جلايكوجين. اوكي، فعمل الساكيولس او عمل السيسترني او الكولجي بودي راح تسوي له موديفيكيشن، بالتالي راح تطلعه، راح تطلع هذه الفيسكلز بها موديفيكيشن للماتيريال، تحوير. بعد ما يخرج من الكولجي بودي، هنا أنا عندي عمل الكولجي بودي من يدزه على شكل باكج، قد يكون رقم واحد اكسكريشن يعني عملية اخراج، اخراج هذه المواد خارج الخلية، وبالتالي طلعتها بعملية الاكسكريشن. او رقم اثنين سكريشن، وهي عملية افراز، هذا اخراج هذا افراز. افراز قد يكون هذا الافراز داخل الخلية. فنشوف الفيسكلز الحويصلة اللي خارجة من الساكيولس او من كولجي بودي تقوم بافراز، قد يكون هرمونز قد يكون انزيمز حسب احتياج الخلية، داخل الخلية او خارجها حسب ما تريد الخلية وحسب ما يريد الأورغانيزم. أوكي، لكن هناك فيسكلز سوف تتحول إلى لايسوسوم، وهذا هو المطلوب، وهسه هو اللي إحنا دريد ندرسه اليوم، تمام؟ إذن هنا راح يجيني اللايسوسوم، وهذه هي اللايسوسوم. اللايسوسوم هي عبارة عن فيسكلز، لكن احنا قلنا في داخلها الكولجي بودي سوت موديفيكيشن وسبيشال انزيمز اللي هي الهيدروفيلك انزيمز، الانزيمات اللي هي تكون حالة،
وخلت الانفايرمنت اللي في داخل الفيسكلز أسيدك حامضي. ليش؟ حتى تأدي وظيفتها وحتى تأدي وظائفها اللي هسه راح ندرسهن. تمام؟ قد تأدي وظيفتها انه غذاء هذه البارتيكلز الموجودة خارج الخلية، قد تكون فود، قد تكون أملاح، قد يكون سكر مذاب في الماء حسب. فإذا فود، يعني لو نجي مثلا هنا عندي مثلا هذا الفود بارتيكلز يعني أجسام سوليد، تمام؟ مثال، وهذه سوليد بارتيكلز، تمام؟ من نقول فود وسوليد بارتيكلز معناه هنا أنا راح شلون، من اقول انا اكل اكل صلب فاقول راح ابلعه بلع، فهنا عمليه بلع للخليه بعمليه الفاجوسايتوسيس. اوكي، دخلت هذه الفود وعن طريق بانشس البلازما ممبرين وسوت لي كيس يحوي على الغذاء الصلب. راح تجي اللايسوسوم ترتبط، طبعا هذا اللايسوسوم اللي بالمناسبة اللي يخرج من السيسترني او من الكولجوبدي يسمى بالبرايمري، يعني شنو؟ بعده جديد فريش، بعده ما مشتغل اي شيء، هستوى طلع، فيسمى بالابتدائي، ما مأدي اي وظيفة. لكن مجرد ما يشوف طعام وينط اوردر من الخلية ومن النيوكليوس بانه عملية هضم دايجشن لهذه الفود اللي دخل، فرح يتحول هنا بالتالي هذا طعام، لكن شنو؟ دايجشن فود اللايسوسوم. هنا راح تسمى اللايسوسوم بالسكندري. ليش؟ لأنه أدت وظيفة، فراح أسميها بالجسم الحالي الثانوي. ليش؟ دويست ما أدى وظيفة، قام بتحليل هذا الطعام الموجود اللي دخل هسه للخلية. هذه وظيفة من وظائفها، قد يكون غذاء، قد تكون دخلت بكتيريا إلى الخلية وهي عدو، رأسا اللايسوسوم كوسيلة دفاعية. وين ألقاها؟ مثل الفاغوسايتوسيس، مثل النيوتروفيل، كريات دم بيض، نوع من أنواع الكريات دم البيض العدلة اللي هي تقوم بيها، في داخلها يوجد اللايسوسوم وتقوم بهضم الإنمي أو البكتيريا أو الفيروس أو أي فورين بوديز، أي جسم غريب. تجي هي is the same، يعني نفس الشيء، تجي تلزمه يا اما تبلعه يا اما تجي تتصل بي attachment، وبعدين تسوي secretion افراز لي، تقوم بتحلل هذا الغشاء وتندمج mixture المن للماتيريال اللي موجودة بالفود أو الفورم بوديز وتدخل إلى داخل اللايسوسوم وتقوم بعملية الدايجشن. أوكي، هناك عمل آخر، فنشوف هنا أول نقطة اللي هسه شرحتها من الفانكشن، it cleans cell cytoplasm، تقوم بتنظيف السيتوبلازم from food particles مثل ما هسه شرحت، أو mitochondria organisms and other impurities، يعني أي شوائب أخرى، any foreign bodies، any bacteria، any virus، I don't know inside the cell، ما ندري إحنا شكو بداخل الخلية بحيث إنه تحتم على اللايسوسوم هضمة. أوكي، نجي على الميتوكوندريا، قد يكون في داخل
في داخل الخلية هذه الميتوكوندريا dead ماتت ميتة أو متهالكة منتهية. زين الخلية هي ماخذة مكان النيوكليوس أو الخلية أنطت أوردر إلى اللايسوسوم بهضمها. هنا أول شيء سوف تحوط بغلاف وتجي بعد ذلك اللايسوسوم. اللايسوسوم تجي attach with ميتوكوندريا وتبلش تذوب الجدار destroy the membrane وتفرز الانزيمز secretion للانزيمز وبالتالي راح تبلعها بالكامل. للميتوكوندريا وتقوم بتحليلها. هذه اللايسوسوم وراح تبلع الميتوكوندريا بالداخل وتقوم بعملية الدايجشن وانتهت الميتوكوندريا من الوجود وخلاص لايسز تحللت. هذه أول نقطة إذا كان foreign bodies أو ميتوكوندريا أو any particles or food وسوينا لها digestion by lysosome. هل هذه هي الوظيفة الوحيدة؟ لا. نشوف الوظيفة الثانية. lysosomes play a vital role in animal وهذه العملية تسمى بالميتامورفوسز التحول الشكلي. التحول الشكلي منطيني مثال واحد فقط إلها للتحول الشكلي. For example frog larva disappear when become adult frog. This process is done by releasing enzyme from lysosome to cell cytoplasm. اوكي خلينا نجي نفتهمها. خلينا نمسح هاي هسه. ميتوكوندريا انتهت واللايسوسوم أدت وظيفتها. أوكي نجي على عندي هذا الفروغ اللارفا. اللارفا هذه هي اللارفا. لارفا المن للضفدع. الضفدع اول شيء من البيضه بيضه الفروغ او بيضه الضفدع بعد التفقيس راسا تطلع عندي لارفا. اللارفا يرقه لديها تال لديها ذنب لفتره من عمرها وطبعا تتنفس هي في داخل المي وتتنفس عن طريق الخياشيم يعني مو ما عندها رئتين. اوكي موضوعي هنا هو على التيل على الذنب. هذه العملية تسمى بالميتامورفوسيس تحول شكلي من بيضة الى يرقة. اوكي ومن يرقة الى ادلت الى بالغ. البالغ احنا ضفدع البالغ ما عنده تيل ما عنده ذنب وتتحول بالميتامورفوسيس تتحول ايضا الرئتين الى الخياشيم الى رئتين وتصبح هناك عند الارجل بالكامل واضحة والاطراف الامامية والخلفية. فهنا كيف يتم اختفاء الذنب؟ هنا يجي دور منو؟ اللايسوسوم. اللايسوسوم ينطي اوردر الى الذنب. الذنب هو عبارة عن خلايا ينطي اوردر الى هذه الخلايا بعملية الدايجشن وعملية اللايسس يعني عملية التحلل تحليل هذه الخلايا بالكامل وليس جزء منها. لا
كل الكونتينتس للسيتوبلازم must destroy، يجب أن تدمر وتحلل. فلهذا اللايسوسوم رح يلعب دور وين بعملية الميتامورفوسيس، مثال عليها الفروغ لارفا disappear، يختفي. شو وقت؟ لما يصبح أدلت يختفي الذنب. بيع عملية هنا عن طريق releasing enzymes للخلايا. الخلايا هاي من ينطي لها order باختفاء الذنب، إذا خلايا الذنب سوف تقوم بإعطاء أوامر إلى اللايسوسوم بإفراز هذه الأنزيمات، كأنه هنا اللايسوسوم راح تتفجر في داخل الخلية والخلية بالكامل تتحلل والخلية بالكامل تنهضم. كل خلية راح تفرز الأنزيمات الهاضمة في داخل الخلية بالكامل، وبالتالي الخلية تموت وتختفي خلية بصف خلية بصف خلية، إلى أن بالتالي الذنب كله يختفي، لا يوجد ذنب. عن طريق releasing enzyme from what؟ from lysosome to cell cytoplasm، ينطرح هذه الانزيمز الدايجيشن انزيمز في داخل السيتوبلازم للخلية. هذه العملية this process digest the contents of the cytoplasm، كل محتويات الخلية سوف تهضم، كل محتوياتها من شبكتها، من أجسام كولجي، من ميتوكوندريا، من النيوكلياس، بلازما ممبرين، كلها راح تنهضم. Finally the cell death، بالنهاية الخلية سوف تموت. هذه العملية ماذا تسمى؟ تسمى بالأوتوليسيس، التحلل الذاتي، وهي أن الخلية بنفسها تقوم بتحليل نفسها by itself by digestion enzymes لللايسوسوم مالتها، فتقوم بتحليل نفسها. هذه بالنسبة إلى الميتامورفوسيس والأوتوليسيس بالنسبة إلى مثال اللي هو الفروغ لارفا تيل. أوكي. أيضا اللايسوسوم تؤدي وظيفة، وهذه سبحانه وتعالى من رب العالمين، أنه الكائنات الحية بعد أن تموت، نبات حيوان أي كائن حي، نبات حيوان إنسان، بعد وفاته ينطي أوردر من يعني هي اللايسوسوم نفسها بعد وفاة وعدم القيام هذا الكائن الحي بأي activities، بالتالي هنا العمل منه يجيني عمل اللايسوسوم انه تقوم بالأوتوليسيس بالتحلل الذاتي، وبالتالي هي كأنه بالك عملية انتحارية، تنتحر تفجر روحها، وبالتالي انه تنتشر الهيدروليتيك انزيم او الدايجيشن انزيمز، وبالتالي يسوي لي أوتوليسيس لكل هالمرة، ليس فقط ذنب مثل الضفدع وإنما لكل الكائن الحي. هل هذه بإرادة رب العالمين، هل هذه بها فايدة للطبيعة؟ طبعا أكيد هي دي تسوي ريسايكلينج، يعني إعادة تدوير النيتشر، يعني إعادة تدوير هذه المواد هذه الماتيريال إلى الطبيعة، بعد ما كانت أورغانيك، بعد ما كانت مواد عضوية انسايد أورغانيزم في داخل جسم الكائن الحي، نبات حيوان إنسان، من نقول عضوية يعني بروتينز كربوهيدرات ليبيدز، راح تتحول مرة ثانية إلى إنأورغانيك ماتيريال، فراح ترجع مرة ثانية إلى مينرالز وسالتس أملاح ومعادن، ترجع مرة ثانية إلى الطبيعة. حتى شنو ريسايكلينج؟ حتى نيو أورغانيزمز راح تستفاد منها، very important material حتى تستفاد منها. هذه بالنسبة إلى الوظائف بشكل كامل المن لللايسوسوم. مهم جدا تعريفها أنه هي فيسكلز وتحوي على over 40 انزيمز، نوع هذه الانزيمز digestion انزيمز،
وظيفتها intercellular enzymes هضم داخلي. يجيني سؤال مثلا يتبادر الى ذهن الطالب، زين هي اللايسوسوم لما في داخلها هذه الكم الهائل من يعني فوق 40 انزيم، وهذه الانزيمات هي digestion enzyme، زين لعد شلون ما هي تهضم نفسها؟ يعني سؤال يجي، هي لما هي بها عملية هضم، وهي إذا تنفرز هذه إلى الخارج هاي الإنزيمات هي راح تهضم وتهضم بالكامل وتخفي هذا الستركتشر أو التركيب من الوجود، زين هي شون لعد؟ سبحان الله، هنا اللايسوسوم عند التركيب من الداخل، هذا التركيب عالي القطبية بحيث سبحان الله مسيطر سيطرة كاملة على جميع الأنزيمات، ما يقدر يوصل انه يطخ اللايسوسوم ويقوم بتحليلها، عالي القطبية. إيش قد ما هي الأنزيمات إلها قطبية وهايدرو يعني فلك بقطبيتها، هو أعلى منها ومسيطر عليها بحيث ما تقدر تقوم بأي عمل إلا بأمر اللايسوسوم وبأمر النيوكليوس وبأمر السيل وبأمر الله سبحانه وتعالى. وبهذا افتهمنا اللايسوسوم شلون تكونت وعملها في داخل الخلية وإلها وظائفها تنحفظ بالكامل. وهذا الشرح وهذا التوضيح وهذا الرسم فقط فور ستدي. وأشكر حسن استماعكم، وإن شاء الله أشوفكم في درس جديد اللي هو السايتوسكلتون، وشكراً.